السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وسهلا، متابعين الكرام، مرحبا وسهلا بالجميع، إلا نبدا اللايف، الموضوع اليوم هو حول جايبه موضوعين قاع باختصار، مرحبا بكم وسهلا. أه، نسولكم بعد عن حالكم كاملين كلها من موقع تواجدوا أه، حفظنا واحفظكم إن شاء الله أه، ونسولكم اللي شو مع الصحة اللي متحركة واللي أه، حقيقة هذا, هذا،, هذا وقتها موضوعين الموضوع الأول هو حول الموضوع الأول حول الشائعات والأكاذيب والدعاية اللي قائم بها العدو المغربي وخاصة ما يتعلق بمقاتلي جيش تحرير شعب الصحراوي أسرار الجيش وما يقوم به العدو المغربي ونحن نساعده في النشر العدو المغربي ينشر ونحن ننشر يعني هذا اللي نحن كامل طيلة هذه السنوات هو يخدم العدو وانا بعد من الناس اللي ما اللي ما كنت يعني في راسي هذه, هذه 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 المعلومات ولكن حسب لقائي مع واحد من المقاتلين في ملتقى ملتقى الشباب واللي جمعت معه حقيقه في هذا الموضوع قال لي اليش اللي نجبره اليش اللي نجبره هو التصوير اللي من خلاله يرت يعني العدو يرصد موقع المقاتلين يعني هنا نحن نعطو نعطو الماده للعدو المغربي باش يقد قبال يستقنع عن البحث ويستقنع عنه يجند وحدين للمعلومات وين احنا نعطوها من على طبق من ذهب نعطو العدو المغربي ماده يقد قبال يستقلها وهي هذا التصوير أنا ما كنت يعني ما كانت عندي معلومة عن الصورة يرتصد من خلالها موقع أي موقع وهذا لا وأنا كنت من الناس اللي تنشر كنت ننشر المعلومات وكنت ننشر العدد عدد الشهادة وكنت ننشر حتى الصور وياسر هذا هذا راجع ما هو من اندساس ولا هو من 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 يعني من عزت عنا نعطوه للعدو المغربي وإنما راجع لعدم الوعي وعدم الوعي بالمرحلة وعدم الوعي بخطورة هذا النوع اللي ينتشر وهو إعطاء للعدو المغربي المادة اللي قد يعني ينجح من خلاله وأن الصورة والفيديو ترصد موقع المقاتلين ومن خلال تجمع مع هذا المقاتل اطرحني في الصورة قال يا المدونين وعلى رأسهم انت يا الخليفة يا المدونين ويا الصحراويين ويا المناضلين ويا القيورين على القضية الوطنية خلوكم من التصوير وخلوكم شي كامل ينتشر يتعلق بالمقاتلين المقاتلين عندهم جهة المقاتلين عندهم برنامج المقاتلين عندهم سرايرهم الخاص ما يالله يا يطالع عليهم اي حد الاشكال منين جاء عن العدو المغربي عنده خسائر وعنده عنده يعني موتنا ما نحتسبهم شهداء لانهم ما ما شهداء على 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 مله ولا شهداء على ارضهم بينما شهداء على الكذيب الخروطي شهداء على تمصلح شهداء على الاحتلال وتحتلوا اراضي الناس عندهم موتى وعندهم ضحايا وعندهم ولكن ما ينشروهم بقينا احنا نفتخروا بشهداءنا وهذا ما راجعنا ان ما نقوم والله ما راجعنا من ان مندسين نعطوه الماده هم ما ينشرو الضحايا والخسائر ما ينشروها وحتى عنهم ما مستعرفين بالحرب نحن كل عائلة منين هنا لها واحد تنفقع إلى ايه ما انتشرت صورته وتنفقع إلى ايه ما نذكر ونرحم عليه نحن نرحم عليهم وحتى قاعدنا نقدروا نذكروا الأسماء يقار تصوير المواقع تصوير مواقع المقاتلين الواحد يعدل الفيديو يقول أنا في الموقع وأنا رعاني نعدل وأنا رعاني نقصف وانا راعاني آه هذا نحن نفرح به مولي نفرح به ولكن راهو عاطبنا في النهاية راهو عاطبنا في النهاية راهو خادم العدو قبل الصديق في النهاية راهو يستقلوا العدو وأي صورة طلعت يرصدها ويخبط موقعها تجيب شي والله ما تجيب شي المهم عنها لا تخبط ذيك البلاصة وهذا أظهر في الأيام التالية اللي من خلال يعني خلال يعني هذه الشهادة اللي كثرت سواء كانوا مدنيين والله عسكريين هذا كامل اللي نخبط مرصود معروف موقعه من قال لهم عن فم بشرقة يا طيارة بلا سايق من قال لهم عن فم بشرقة معناها عن رواية مرصودة ومعروف موقعها هذه رواية مرصودة ومعروف موقعها معناها أني أنا شقايسة هون تياهي العدو المغربي ما ينشر ما ينشر ما ينشر معلوماته ونحن يعاوننا في نشر الاكاذيب باش يقول العالم عن الحرب كذب باش يعدلها يقبض الصورة وينشرها في مواقع صورة قديمة هذه مدونين المغاربة مدونين العياشة يقبض الصورة قديمة في الحروب في الحروب الأولى في الحروب أي دولة ثانية سوى كانت يعني ما نذكر آه ما نذكر الدول اي دولة كانت عندها حروب سابقا يقبضوا صورتها في القديم سواء كانت طائرة طايحة ولا ويقوموا يشروها في موقعهم ويقولوا البوليساريو يقبضوا مدونين نحن يقبضوا مدونين نحنا ويديروها في مواقعهم ويقولوا لا هذا الخبر المقاتلين انتصروا والمقاتلين عدلوا تضحى هونتي ياهي عن نحن ما عندنا مصداقية وتضحى عن بطولات مقاتلين ورجالنا عنهم قاعدة يعدلوا كامل ما هو حقيقي علاه لأنه هذا اللي نشره نحن ويستقلنا فيه العدو كامل كذب كامل كذب نحن ما صحيح عندنا ما هو البلاء ما صحيح عندنا ما هو البلاء الأمور الثانية أدري بها الجيش وأخبر فيها الجيش أخبر فيها المقاتلين وانا بعدي من الناس اللي تراجعت عن نشر هذيك هذيك الاسماء وهذيك الاحصائيات وهذيك الصور وهذيك نقبض الفيديوهات من المقاتلين الاولين وننشرهم قبال ونفتخر بهذيك البطولات ولكن احنا في هاي الحرب ما فات قبال انتهينا من الحرب باش نقدر نقولوا عنا ننطروا ننطروا ذاك اللي عندنا احنا من البطولات عد المقاتلين نظر في الوقت اللي احنا متاكدين عن فهم بطولات ومتاكدين عن فم انتصارات ومتاكدين عن فم خسائر العدو المغربي ومتاكدين عن مقاتلين ما هم قاعدين عبثهم عدلهم كم ولكن خاصنا نوحدوا مجهوداتنا يا المدونين ويا المقاتلين ويا باطل المدونين والمناضلين وحتى قاع المقاتلين اللي ينشروا الصور ما تياهي لانه ما خالق الصوره لهجي ما مصورها مقاتل والله 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 حد متواجد فهم في الميدان معناه انا المدوين العادي ما جاهم شي هكاك خالقه صور تجيهم معناه انه يا اللي تصور يا اللي تصور مواقع والفيديوات ويا اللي تعرض تعرض اولادنا ورجالنا لاستطلاع ورصد العدو لا تعدل هتليت ونحن نعرف عن فهم حس النوايا نحن نعرف عن فم حسن النوايا. ياك، yeah. معناها انه صحراويين ما هم ما هم, هم باقي نو ابائهم واولادهم يمشوا ضحيه طائره. ولكن هذا من حسن النوايا، لكن حسن النوايا هي العدل ذا كامل. حسن النوايا هي اليتمة الاطفال. وحسن النوايا هي لوخرتنا، وحسن النوايا هي القبض سرايرنا. وحسن النوايا هي اللي عرضتنا للمخاطر وحسن النوايا هي اللي جعلت العدو يتقلب علينا هو ما متقلب علينا هو تقلب علينا في مثل شنو هي هذا التكتم الاعلامي وهذا الحرص عن حتى المدونين الخاصين ما ينشروا شيء يتعلق بالحرب وحتى الاعلام الرسمي ما ينشر يتعلق بالحق حتى انه ينفيه ما ينشروا ينفيه لذلك نحن هون هذا بسيط عندنا هذا بسيط وفايدينا حتى نحن نتكتموا ويكفي عندنا البلاء يكفينا البلاء ويالتنا البلاء نعود نشروه كاملين راهو خالق يقول هذا البلاء ما عنده دليل وهذا البلاء هذاك البلاء ليقتلهم يقتلهم هذاك البلاء اللي يعصر بحشيشهم هذاك البلاء اللي يدقط عليهم أكثر وهذاك البلاء اللي قال احنا ما نعطوهم المادة من يجي كانهم يستقلوها إبدأ. يا نعود نعودوا في مستوى المرحلة حقيقة وانا هذه من الناس اللي كنت شاكة عن الصورة والفيديو كيف قلت لكم في بداية اللايف كنت شاكة انهم عادي ما يرتصد من خلالهم الموقع منين عاد يرتصد من خلالهم الموقع هذا عاد علينا ومسؤوليتنا كاملين هذا عاد علينا ومسؤولياتنا كاملين زين عندي نعطيهون هي ملاحظة بعد من الأخوة يمشوا لي في الخاص علاه ما نعطينا من التعليق وعلاه ما نعطينا من المشاركة في البث ولا مش أنا ما ماني مانع أحد وإنما عدت خاصية التعليق فقط للأصدقاء لذلك المتابعين يتابعوا اللايف ويتابعوا يعني المنشورات كاملة ولكن ما هم محرومين فقط التعليق بهذا كل ما قارب تعليقاتهم وهي محترمه ويقولوا ياسر من الكلام وانا معايا اخواني نحترمهم ومعايا اولاد بلدي نحترمهم ومعايا الشعب الجزائر اللي نحترمه ومعايا رجال الكبار والصقار معناها أني ماني ماني اللي اخلي ذيك التعليقات يشوفوها الرجال وهي قايستني ثنيان من كرامه المرأه الصحراويه سابقي انا معناها عن اللي باغي يعلق والله يشارك يمشي لي طلب صداقه وانا لا ندخل صفحته ونعرف هو من هو وراني نقبل عليه اذا كان اهل القبول الصداقه كونه صحراوي ولا جزائري ولا متضامن من الدول الثانيه ما نحبش وسهلة غير التعليقات ما يعلق لي ما هو الاصدقاء لاني انا عارفه عني ما عندي صديق ما هو جزائري ولا فلسطيني ولا ولا موريتاني ولا صحراوي قلت عنه قلت عنه هذه المرحله تطلب منا ياسر من الحرص تتطلب منه ياسر من الحرص والحرص كلها من موقع تواجده الحرص كلها من موقع تواجده ما هو على المدون وحده حتى المواطن البسيط اللي ساهم في النشر عبر واتساب عبر واتساب ينشر الصور والصور لا تنساو عن العدو المغربي معاكم في المنابر راهو معاكم في المنابر واتساب هذا الواتساب اللي تقولوا انتم عنه آمل وله مفتوح على على العالم وكذا هذا الواتساب اخطر من الفيس لانه يقبض الارقام ويعرف الاشخاص ويعرف اي شيء ينتشر في الفيسبوك هو سابق في الواتساب الناس تقبضوا من الواتساب معناها العدو المغربي راه متواجد معاكم في جميع المواقع سواء كانت واتساب والله الفيسبوك والله اي موقع ثاني الواتساب لا تنزهوه ويا نعودوا حارسين في نشر في الواتساب اللي هنا شنو اسرار مغاتلين مغاتلين واسماءهم والاعداد والاحصاءات وياسر من الامور نحن نشا... نساهموا نخبطوا ايدينا بايدينا والخبط ويد ما توجعوا اللي يعني مساهم في الخطا ومساهم في النشر وفي النهايه نقال راهو استشهد الفلاني الفلوني المغاتل الفلاني هذا بيديكم انتم هو ذا كامل قضاء الله وقدره وهو ذا كامل نحن نفتخروا بشهدانا غير مولي ما خالق حد يبقى يسقلبوه ولا مو يسوى فاش كاع ما خالق حد يبقى يسقلبوه ولا خوه ولا جاره ولا ولد وطنه ولا شي يسوى فاش معنى عنا نونو نبر على على روسنا نونو من خلال تحفظنا هو العدو المغربي ساكت رغم الخصائص الماديه والمعنويه والبشريه ساكت فنحن نحن اللي شعب قليل شعب قليل منين نقول قليل مو قليل في الاراده وله قليل في القوه بايمانه وقضيته وله قليل في وحدته وانما قليل في العدد نحن مش شمشارنا العدو نحن مقسمين مقسمين على اجزاء جزء في المناطق المحتله وجزء في جاليات اوروبا وجزء في مخيمات العزه والكرامه وهذا العدو يحاول عنه ينهينا عن اخرنا يحاول انه يقضي علينا باش لا يقضي علينا يلقط خير ترجان خلال هاي الطائره لا يلقط خير ترجان وهذا ي... وهذا هو اللي التجسس داخل المقاتلين ورصدهم عن طريق المعلومات عن طريق المعلومات اللي متعلقه كامله بالمقاتلين معنى عندي الطائره راهي ما خابطه عبث عندها معلومات مسبقا سابق ترصد عندها معلومات مسبقا نحن اللي عاطينهم لها خلال الصور معناها نتوحدوا الصحراويين القايسه بذا كامل وخلاصه ذا كامل نتوحدوا ما تلينا نشروا يتعلق بالمغاتل يسوى شنو؟ يكفي المجد والخلود للشهداء والهزيمه والذل والعار للخونه والاعداء. يكفي اشاره عن عندنا شهداء يكفي إشارة عن عندنا رجال مشات من أجل هذه القضية هذا هو اللي نقدر نساهموا فيه مال النشر والفيديوهات الحقيقة ضيعتنا ما وقفنا علش ضيعتنا ولا وقفنا علش مشات برجالنا مشات بالقليال اللي عاطينا أرواحهم للتضحية في داء للوطن حقيقة هذا عندي الموضوع الاول عندي الموضوع الثاني هو على الحبوب المهلوسه عفوا نتمنى عنكم تعودوا استفدتوا من الموضوع الاول ونتمنى عنا المدونين يعدلوا خطه موحده خطه موحده لان نحن في هاي الفتره نحن في حرب اعلاميه والحرب الاعلاميه تلعب دور حرب نفسيه النفسية سواء كان ف عند متعلق مقاتلينا ولا مجتمعنا معناه أن خاصة نعدل خطة موحدة للمدونين كاملين سواء كان الكبار منهم ولا الصغار وهذه الخطة يالتا تعود متعلقة بكل ما ينتشر عن القضية ونشوفوا القنوات الرسمية اللي تقد تعود هي اللي تنشر ونحن نعدلوا لها مشاركة يعني شي ذنبتوا. شي باش نوحدوا مجهوداتنا وباش مولي ما نعطوا للعدو ماده يلعب عليها وتعود هي سبب نجاحه علينا وتفوق علينا يقدر يتفوق علينا لانه بنجحوا مولانا ما يقدر يتفوق حد عليه لانه حد على حق ما يقدر حد يتفوق عليه ولكن مولي هذا يلعب فيه دور كبير السريه السريه التامه وتكافل الجهود وتوحيد الكلمه وخطط خطط نمرقوا بها من هذه وسائل التواصل ورانا قبضنا التجربة كلها ينشر وحده كلها ينشر وحده كلها ينشر وحده كلها ينشر وحده وفي النهاية ما طلعنا بشي ما طلعنا بشي ما طلعنا بيش يسوي شنو بالعكس الضرر رجالنا مشات المقاتلين معرضين المجتمع صراير وكامله منشوره في الفيسبوك الامور كامله احنا طارحينها على طبق من ذهب للعدو يتربص فيها وداخل داخل داخل باسماء مستعاره حتى انهم دايرين الاعلام الوطنيه الصحراويه من اجل كانوا يقضوا احنا من الخطط اللي ما نحن ما نعرفوه نحن مسقمين وواضحين صحراوي صحراوي مغربي مغربي بحسب هي هما داخلين باسماء مستعاره واحد كاتب قبيله معينه واحد كاتب انا صحراوي واحد كاتب داخل من ما هو من اجل ما هو من اجل وراه حتى انه يعلق لك بالنصر ويعلق لك بتحياتي كذا ولكن هو مغربي هذا ليس انه هو متضامن معاك والله ليس انه هو صحراوي فقط من اجل هذا باش تعرفوا خبث الذئاب الالكترونيه المغربية باش تعرفوا خبثهم داخلين وسطكم داخلين وسطكم وداخلين في الواتساب ويعلق لك ويتفاعل معك هذا من اجل المعلومه ذيك المعلومه اللي يخلص هو عليها ذيك المعلومه اللي يخلص هو عليها الاخلاص اللي, اللي ما نحن متطوعين ولا نحن حد يخلص يخلصنا ولا يقول لنا شكرا جزيلا لان هذا معدلين متطوعين ولا نحتاجوا فيها مجازات ولا شكور ولانه نعدلوه شعبنا مقتنعين به هما يخلصوا عليها المعلومه اللي هي يقبض من ذا البث والمعلومة اللي هيقبض من ذاك المنشور، والمعلومة اللي هيقبض من عند ذاك المدون، والمعلومة اللي يقبض هو يقبضها يعدل لها بروله ويمشي يعطي مادة جاهزة للمخابرات المغربية، وفي النهاية نحن نعودوا ما عدلنا شيء كاع في النهاية نحن ما ما عدلنا في النهاية نحن خبطنا يدينا بأيدينا وكلها ماشي، بالعكس نحن هون فم نفور بين المدونين. فم فم خلاف. أنت نشرت وأنا ما نشرت. انت طاري انت مخلص مانك مخلص هذه امور تخص كل واحد المخلص يبقى مخلص وما دارق على حد شيء ما دارق على حد المخلص معروف والمنادر والله قد يعود قاع ماسي عنه مخلص ولا ما هو مخلص معناه الناس بالساويه كامله سواء كان ناس كامله مساويه صحراويين كاملين مساويين غير اللي خاصه نساووا فيه هو توحيد الكلمه والخطط اللي نقدروا نحاربوا بها العدو ويا ريتنا نعدلوا منابر في الفيسبوك ونشوف ذاك اللي ينتشر وذاك ما ينتشر والناس اللي مختصة وكبيرة تنج... توجه وتنصح الشباب فهم التواصل بين الفئة الكبيرة والصغيرة باش نخلوا التواصل للأجيال حقيقة التواصل اللي نقولها التواصل يتعلق بكل شيء ما هو شيء معين عن شيء معين ما هو شيء م... موضوع عن موضوع كل شيء يالتنا نث... نعطوا فيه مجهودات نعطوا فيه المجهودات لين نمشي لكم عند الموضوع وزين عندي الشباب يعدل في الشيء سابق نمشي عنه زين عندي الشباب يعدل في الشيء الموضوع الثاني الموضوع الثاني والحساس والمهم هو الحبوب والمهلوسات الحبوب والمهلوسات لاحظتوا ونحن كيفنا كيف مجتمعات ثانية ونتأثروا بتأثير المجتمعات المجاورة ولا خص بالذكر أي جار يقال بعد خص الجار العدو المغرب اللي كل بلية كل بلية جاية من عندها سواء كانت مخدرات والله أمور ثانية ظواهر سلبية هي تتلصع على المجتمعات يعني الراس لحبل هو العدو المغربي اي ظاهره اطرات على المجتمعات العربيه راهي جايه من جايه من من من, من العدو المغربي انتشرت انتشرت الحبوب المهلوسه وتقاد فيها الشاب الراشد مع المراهق مع الطفل الصغير لا نقول هون ياهي في ذا الإطار هذه الظاهرة ولا نولي نعطي علاج لها كيف ما أني أنا أذكرت هذه الظاهرة أنا منتشرة، كيف مولي لا نعطي العلاج من عندي أنا كمواطنة وكأم قبل شيء قبل كل شيء كأم قيورة وخايفة على مستقبل أبنائها وكم مواطنة صحراوية قيورة على لحمة شعبها وعلى صحة المجتمع هذه الحبوب المهلوسة انتشرت ونحن نعرف من منين جاي نحن نعرف من منين جاي جاي من عند العدل المغربي و منين انتشرت عادوا يستعملوها وتجبر الوحده ماشي على هواها وشابة ثانيته وتجبر الشاب شارب ثانيته وهذا الحقيقة عنده دور كبير للأولياء درجة الأولى لأنه العدو المغربي منين ما قد على الناس الكبيرة عادي يحاربنا بفلذات أكبادنا عاد يحاربنا بفلذات اكبادنا عادي يقيسنا من الضلعه اللي توجعنا عادي يقيس نقطه ضعفنا وهو حد منين تمتس اولاده راهو امتس راه ضعف حد منين يعود ولده يتعاطى هذا النوع من الحبوب راهو عادي قد يبطمو وعادي يقدي يبطبوه عادي يقدي يلجا لاي شيء من اجل كانوا يجيب ذيك الحبه هون انت ما ضمنت صحته ولا ضمنتي ولدك قاعد عندك سليم ولا ضمنتي ما للمجتمع، لمجتمع وهنا تخسرتي كأو كولي أمر وكأم وكأب منين تعود الشابة والله الشاب تتعاطى هذا النوع من المخدرات لأن جسمها عادي يطلب هذا النوع من المواد قادرة تقتل قادرة تنتحر وقادرة أيضاً تعدل الأمور السلبيه اللي ضاره بها هي وكرامتها وضاره مولي بمجتمعها. ما نقولوا هذا مجرد اشاعات انه ما هو خالق. يا اصلا نعيشوا مرحله ويا اصلا نعودوا في المستوى ويا اصلا نحاربوا. حق عندنا عدو يحاربنا بالاشاعات كذيب وحتى عن ينشرفين السموم غير مولي من منين تعود ظاهره خالقه؟ يا اصلا لها. لا نقولوا انا ما هي خالقه لها حقيقه وكلها من موقع تواجد منين يعود ولدك يتصرف تصرفات معنا ما هي طبيعيه معناه عن داخله ليش شيء غير ما نقول مولي عنه يتعاطى ربما تعود امور نفسيه ربما يعود هذا هذا التلميذ والله هذا الطفل والله هذا الشاب عنده ضغوطات ثانيه لان في سنين المراهقه سنين المراهقه هرمونات الطفل متبدله ويالت الاولياء يتفطنوا ويحتضنوا يحتضنوا الطفل في ذي المرحله من قد عنه هو الى جيل العم مع ترك السقار ينقال له انت عدت كبير انت ما تقدر تلعب معانا وين جاي الكبار يصنت ينقال له اها انت مازلت صغير يا تقيم شور السقار هون هو عاد في زاويه مقفول عليه وحده ما عنده مع من يرد في العائله ولا عنده حد يتعاطى معاه قبال ذيك الاخبار اللي قد يعود قد تعود تفيده وهو عنده كثير من الاسئله وخاصه عن العاطفه اللي ظهرت عليها آآ آآ علامات النمو ونفس الشيء مولي الشاب عاد مولي عنده تظهر عليه علامات الرجولة وعاد أنه هو مسؤول وعاد أنه هو أنه مشيخ في العالم في, العائلة يعني فم ياسر خاص يحتضن خاصه ينحضن ما خليه الشارع ما خليه يجي لو حد يسوله محتمل أنه يطيح في ايد غير آمنة وتعود ترد عليه الأمور الخبيثة وتمشي ينحرف أنت لا معزول يعود حد يقول له انت لا معزول وسط العائله، يا يعني العائله تعود تعطيك اعتبار وانت ابدا 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 هذا خاص خاص الام بالدرجه الاولى الام تقود كفيله بهذا الموضوع لاني انا الى ما رعيت فلذات بادي ما عندي شي نرعاه لاني انا اللي ما خرصت اللي ما ينباع ولا ينشرى ومنين نقول ما ينباع ولا ينشرى هم الاولاد هذه الامانه اللي اعطاك مولانا يا لتك تتهلاي فيها باش تنفعك في الاخره وتنفعك في الدنيا وتقود اجر على حسب تربيتها والوازع الديني مهم مهم جدا الوازع الديني معنا عن هذه السنين اللي انا نتكلم عنها هي سنين المراهقه هذه السنين حساسه وهي اللي تجعل يشير ينحرف فيها منين تحتضنها العائله اللي يشير له يمرق من ذي المرحله وتعرفوها كاملين ذي المرحله الحساسه اللي يشير له يمرق منها سليم سليم الجسد وسليم الصح الفكر وسليم العقل يعني هو اللي يشير له يعود امرق من عايله حضنته حقيقه ما هو بالضغوطات ولا هو بيطيرك ما راجل ولا هو بيطيرك مانك خير منك فلانه ولا هو المعنويات وانما ب ب ب بالحضن الحنين التعامل الزين اللطيف التوجيه النصائح التنبيه ب... بالمخاطر اللي حيطة بالمجتمع التنبيه بدأ اللي يدور في الواقع نعيش الواقع نعيش الواقع ما نخليه يمشي لود في الشارع كل كبيرة وصقيره وسق... خاصة يعود عالم بها من من حيث يعني من من من, أجل محاربة الخطر اللي هدوا ولا نخلي أولادي في قيبوبة ماشيين عني وأنا ماني جايبة لهم أخبار ماني عارفة مع من يتافقوا ماني عارفه مع من يجمعوا ماني عارفه مع من يتواصلوا في وسائل التواصل اللي نحرفوا بين يديه ونعود نقول الا المجتمع كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي هون الدولة لعب دور كبير في الأمن الدولة عليها الأمن ومنين نقول محاربة الفساد ما نخص بها العائلة وحدها السلطة عندها دور سواء كانت محلية جهوية وطنية والعائلة ونواة المجتمع الأسرة لها الدور الأساسي لأنك لما قومت حيوانك ما مقوموا لك حد إلى ما حضرت عائلتك ما مقومها لك حد إلى ما رعيت عائلتك ما رعيها لك حد الناس تشوف المؤسسات وتراقب المؤسسات على أمور عامة غير ما تدخلك أنت على عائلتك ما تدخل على عائلتك أنت ما تعرف شؤون اسرار عائلتك ما تعرف بين المنحرف من عائلتك بين اللي صالح انت اللي ادري بيه وانت اللي تصلح عائلتك وانت اللي تراقبها غير من الدوله يالت تقوم دور هذا الجانب الحدود ومراقبه الحدود وذا اللي يدخل على المواطنين شنو يا نعود اهلا للمرحله نحن ما نركزوا على المواضيع اللي الفوق ونخلو المواضيع الحساسة اللي تحت اللي هي اللي اللي اللي, اللي, حقيقة هي هي خراب المجتمعات احنا العدو نحن نعدو ما هو باخر نش نحن العدو يحاول يعدل لنا بأي طريقة أو نحن ما نعدو مساهمين بروس العلاج العلاج قلت شي منه هو حضن 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 هذو الأطفال هو مراقبة هذو الاطفال آه والأول ركز ليه تركت المدارس تركت المدارس تركة المدارس يا الامهات ويا الاباء انتم متحكمين فيهم من قد انه هو لا يشري حبه باش لا يشريها بالفضل أعطيها ولي امر هذا التلميذ هذه الورده هذه الثمره هذه 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 القطعه الصقيرة انتم المتحكمين فيها ايديكم تعطوهم الفضة يمشي هو يشري خبزة الخبزة تقعد فيها حبة يمشي يشري عصير العصير تقعد فيه فيها حبة هذا ابسط منه انك تعيد تعدلي تفجري الفجر وديري خبزة حامية وديري سطلة من النشا وتعطي الولد كاس من النش حامي وخبزته إلى عاد ما هو واكلها بكري ديري لها ديريها في بطة والله في موتشيلتو ويقيم بها ويفطر على الرقاء انت مطمئنه مثل اللي واكل ولدك ولكن تعطيه الفضه تحملي المسؤوليه الفضه تحملي المسؤوليه شنو يشري هو عارفه انت ذاك اللي يشري هو الى عاد لا يشري شي صح كسكروت خامر معدل من البارح ما دخل هذا اللي نتكلموا عنه الحبوب المهلوسات محتمل يشوف تركه مشات تشري شو يمشي هو يشريه وذاك اللي شرا شنو ما هو معروف ويتمن إن هو ولدك فاسد بين يديك عنده أفكار ثانية هو متعاطش هو متعاطش قضى اللي تعاطى لا بيدك بعد أنت عاطيتي الفضة ومشي اشتراها من, من... من الشارع اشتراها من الشارع وقت الاستراحة ولا وقت ال... الانطلوس ولا وقت المهم عنه مهم عنه بعد هذا لا شي في يديكم كاملين هذا شي في يدين الأولياء وهذا متحكمين فيه الاولياء متحكمين فيه حقيقه ومنين نقول متحكمين فيه متحكمين فيه ونحملهم المسؤوليه وتحملهم الجميع حملهم المسؤوليه ايه الدوله عندها دور والمدارس عندهم دور والاساتذه والمعلمين عندهم دور واي شيء يوقع في المدرسه تتحمل به الدوله والمدرسه اي تلميذ تعاطى اي ماده سامه والله اي مخدرات ولا مهلوسات في حدود المدرسة هذا تحمل المدرسة تتحمل المدرسة كامل المسؤولية ولكن التلميذ منين يتعاطى شي في المتجر في الشارع عند أصحابه عند جيرانه أي شيء هذا تحمل العائلة مراقبة العائلة ومتابعة الأولاد هذا ضروري وهذا مهم يالتنا كاملين نعودوا في, 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 في مستوى المرحلة ولا نقبض الامور ببساطه وبروده لانها ما تلينا في وقتها وياصل الحيط والحرس والحذر. نتمنى ان محاضرتي تعود قاسة النقاط المهمه والنقاط الحساسه ونتمنى مولي عنها ما تعود الا محاضره عبر الفيسبوك وتخطات ما عندها فائده. نتمنى عن كل أسرة صحراوية والله ما هي صحراوية باقة تستفاد يوصلها هذا توصلها هاي النصائح نتمنى مولي عن متابعين الكرام ما يفهموني خطأ عني قافلة دونهم تعليقات أنا ماني قافل دون حد حد واضح ومخلص ووطني ومضامن ويمكن القضية الوطنية أهلا وسهلا قافرة دون العياشة والمغاربة ولا يشرفني أنهم يعودوا معايا أصلا في هذه الصفحة ولهي نختم ب هنا سياهي نختم بهم هذه هذا البث القاف الاول يقول يا الجمهور عليك استيعاب متطلبات الساعه اتحزم وهجم وقف الباب الدعايات والإشاعة يا الجمهور عليك استيعاب متطلبات الساعه اتحزم وهجم وقف الباب الدعايات والإشاعة القاف الثاني قال له يرحمه شهيد خاطري وللحمدي يقول أمن آدم باقي يستهدى المبادئ لا يرخيها ويتمم ساير في الوحدة كيف اجداد وماتوا فيها الوحدة شعلت لي شمعة الملوكة ما تطفيها فيها جيش وفيها سمعة والدولة بتنات عليها قاف ثاني يقول حبل الوحدة يعتصم به المخلص مية في المية والخانك الوحدة نبذيه قولي له فيكم مكسية والرهوة جمعها قاف واحد يقول مولي مقاتل يقول حامد ربي صاعد الجبال ما نعرف شنهي لوقية سامح روحي له النضال ودوحيس البندقية تحية نضالية والمجد والخلود للشهداء والهزيمة والذل والعار للخونة والأعداء ولا نمت عين الجبناء وتحياتكم متابعين الكرام ومرحبا بكم وسهلا في بث جديد إن شاء الله وموضوع جديد ومرحبا بكم وسهلا كاملين